بنصبح على حضراتكم مره تانية، ودلوقتي جه معانا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وقت الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون مائل للحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشماليه الغربيه، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، لكن هيكون شديد الحراره على جنوب الصعيد. الجو هيكون لطيف في اول الليل ومائل للبروده في اخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وهيكون معتدل الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في النهارده شبوره مائيه الصبح على بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه المؤديه من والى مناطق من القاهره الكبرى والوجه البحري ومدن القناه ووسط سيناء. في كمان نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وشمال الصعيد والصحراء الغربيه وجنوب الصعيد. النهارده في فرص امطار ضعيفه لامطار خفيفه على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وشمال الصعيد. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن أخبار الطقس النهاردة، وخصوصا كمان إيه المناطق اللي هيكون فيها أمطار؟ احنا طبعا مستمرين في تأثرنا بالمنخفض الجوي الموجود في طبقات الجو العليا اللي هيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، فهيحجب جزء من أشعة الشمس. ففي استمرار الأجواء الخريفية اللي احنا بنعيشها منذ الأسبوع الماضي، وعظمى على القاهرة الكبرى متوقع ان هي تكون 30 درجة مئوية، فعشان كده طقس فترة النهار هيكون طقس مائل للحرارة، خريفي تماما على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، ايضا محافظات شمال الصعيد، معتدل تماما على السواحل الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط، ما بين حر لشديد الحرارة على المحافظات الموجودة في جنوب الصعيد وجنوب سيناء. ده بيكون فترات النهار وتحديدا في فترة الظهيرة، فور غياب أشعة الشمس ودخولنا فترات الليل بنبدأ نشعر بانخفاض درجات الحرارة. الطقس بيكون لطيف في أول ساعات الليل، لكن في ساعات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر أجواء مائلة للبرودة في معظم محافظات الجمهورية، بدأنا نحس ببعض البرودة في ساعات الليل متأخر فترة الصباح الباكر. بالإضافة كمان مستمر معانا فرص سقوط الأمطار المتفاوت في الشدة من محافظة للتانية، هيكون فرص أمطار خفيفة على بعض الأماكن الموجودة في السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، قد تمتد كمان الأمطار للمناطق الداخلية، محافظات الوسط البحري، القاهرة الكبرى، مدن القناة. كمان الشبورة المائية طبعا ما زالت هي الظاهرة الجوية المؤثرة معانا دايما فترات الصباح الباكر، ساعات الليل متأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر، لكن هي سرعان ما بتتلاشى مع سطوع اشعه الشمس، يعني تقريبا 7-8 صباحا الشبوره المائيه بتتلاشى، الرؤيه الافقيه بتتحسن على اغلب الطرق. بالنسبه لنشاط الرياح الموجود معانا اليوم، هو نشاط لرياح نسبي موجود في بعض المحافظات الجنوبيه، غير مثير لاي رمال واتربه، لكن هيساعد بشكل كبير على احساسنا بمزيد من الانخفاض في درجات الحراره. صحيح. المتوقع الاجواء الخارجيه تستمر معانا خلال الايام المقبله ان شاء الله على مدار هذا الاسبوع كله، لكن فرص الامطار هي اللي هتختلف كمياتها ومناطقها من يوم للتاني. احنا خلاص اتعودنا على الاجواء الخريفيه، مش هنقدر نرجع تاني لدرجات الحراره المرتفعه يا دكتور. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، وعضو مركز الاعلام بهيئه الارصاد الجويه. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره والعظمى 30 الصغرى 22، العاصمه الاداريه 30 22، الاسكندريه 27 22، العالمين الجديده 28 22، مطروح 26 21، دمياط 28 22، بورسعيد 28 23، الإسماعيلية 31 21، السويس 31 21، العريش 29 22، كاترين 30 17، طابة 31 24، حلايب 34 26، شلاتين 37 27، شرم الشيخ 35 26، الغردقة 35 25، الفيوم 33 22، بني سويف 33 21، الوادي الجديد 37 22، اسيوط 34 20، سوهاج 37 23، قناة 40 25، الاقصر 41 25، واخيرا اسوان 43 27. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس والمستمرين في الاجواء الخريفية حتى نهاية الأسبوع. هرجع مرة تانية للجمانة وشادلي عشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا. شكرا.